تعقیبات نماز مغرب، اس دعا کو نماز مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام۔ اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔